هادي عضو مجلس الشيوخ، قول لي رايك في العمليه الانتخابيه والاقبال على الانتخابات. والله النهارده المنصوره والدائره كلها بتفرح النهارده لاختيار رئيسها لست سنوات قادمه، وزي ما حضرتك شايف العرس اللي موجود في مدينه المنصوره دي مرايه الدائريه كلها سواء كان شرق او غرب. النهارده حضرتك الناس كلها نازله عشان تختار الرئيس الجمهورية القادم بإذن الله، وبإذن الله إن شاء الله مصر تفضل زي ما هي وأحسن من الأول. وزي ما حضرتك شايفة إن ده دور المجتمع ودور الشباب ودور المرأة ودور إن هو ينزل يختار رئيسه، وزي ما سيادتك شايفة إن كل اللجان اللي موجودة فيها مواطنين على أساس إن هم جايين النهاردة ينتخبوا، وده الحق الشرعي لهم والديمقراطية. بإذن الله المنصورة تفضل أو الأهلية دايما تبقى من الأوائل اللي نزلوا ينتخبوا في الانتخابات الرئاسيه زي ما عملنا في الانتخابات السابقه، واخترنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. برضو ان شاء الله ان الدهليه تبقى من المحافظات الاولى لاختيار سياده الرئيس باذن الله. المسيرات اللي هي يعني اللي شغاله الفتره دي بتحس على نزول الانتخابات واختيار رئيس الجمهوريه القادم، يعني دعم طبعا من عدد من الاحزاب وعدد من القيادات، تحب تقول ايه في لحضرتك عن المسيرات؟ سواء حراك الاحزاب او المجتمع المدني ان هو حراك نازل، ده رد جميل لاختيار رئيس الجمهوريه، وانا شايف ان ده حراك ده حق دستوري ان يكفله ان كل مواطن ينزل يحط صوته. وانا شايف ان في حراك كبير جدا جدا سواء من الاحزاب او من المجتمع المدني من اليوم السابق والنهارده ان شاء الله برضو اكتر من امبارح، وبكره باذن الله نختتم الايام الثلاثة لاختيار سياده الرئيس، وان شاء الله تفضل مصر فوق الدنيا باذن الله. اخيرا يعني كلمه اخيره للمواطنين اللي لسه ما نزلوش، لا انا بطالب حضرتك ويمكن كل مواطن هنا بيطالب ينزل قرايبه ينزل اصحابه ينزل جيرانه على اساس ان حضرتك منظر مصر على مستوى العالم كله ان فعلا نازلين يختاروا سواء يختاروا الرئيس اللي هم بيختاروه، في اربع مرشحين للرئاسه يختاروا اللي هم عايزينه، المهم يبقى منظر مصر بشكل مصر المجتمع الدولي يليق بمكانه مصر على مستوى العالم. شكرا لحضرتك. شكرا.